فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعدما سلمت من الصلاة حصل عندي شك، هل قرأت التشهد الأول أم لم أقرأه؟ فما الحكم؟ الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.